درهم وقاية خير من قنطار علاج. على هذه القاعدة سار مروان قاصدا مركز التوعية هذا ليغير من نمط حياته اليومية ويخلق نمطا صحيا جديد ويخفف أيضا من الضغوطات النفسية المتراكمة، على هذا يساهم في علاجه كما كثيرين من داء السكري. بعد 10 أعوام من المعاناة مع مرض السكري، يسعى مروان اليوم إلى الحفاظ على التغذية الأفضل لجسم أكثر سلامة معافى من هذا السقم. فجأة اكتشفت أنه معي السكري، قلت أول شيء أكل يعني أشياء عادية، يعني إيش ما يكون أكل هذا، فلقيت لا ما الواحد بلزم. طالبات المدارس كانت لهن أيضا مشاركة في هذا اليوم، والتحفن اللون الأزرق رمز النقاء المتعارف عليه عالميا لداء السكري، معرفين الزائرين بآفات المرض وسبل الوقاية منه. نعرف إيش كيف نحافظ على صحتنا عن طريق الأكل قبل ما يصير معنا الأمراض، مثلا الكوليسترول الارتفاع في الدم. في اليوم العالمي للسكري أقام هذا المركز حلقة توعوية بهذه الوعكة التي طالت صحة الصغار والكبار نساء ورجال، وأشرف دكتور سمير زعيتر على الدائرة الصحية شاملا التغذية المناسبة وقياس الضغط وحسابات الوزن وغيرها من فحوصات تكفل للمريض عافيته. 70% 80% من الناس اللي عندهم سكري من النوع الثاني هم مرضى عندهم زيادة في الوزن. نطلع من البيت ونمشي، الرياضة هي الطريقة الوحيدة من غير أي علاج ممكن الواحد يحرق السكر فيها. احنا الفكرة كانت انه جبنا بنات مدرسة اللي هم نفسهم يشرحوا للناس، مجرد ما البنت تشرح للناس رح تروح على بيتها وهي تحكي كمان لأهلها، وأهلها برضو يجوا هون ويحكوا للناس، ننشر الوعي للناس عن مرض السكري. 40% من المصابين بالسكري فوق 40 عاما لا يفلحون في اكتشاف إصابتهم مبكرا، ما قد يعطل عمل أعضاء أخرى من الجسم، لذا هكذا حلقات توعوية بمرض السكري ضرورية جدا قبل أن تصبح دقة ناقوس الخطر مدوية. من القدس لليوم على الحرة، مرام مصلح.